السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على مشكله جديده ما بين اللاعبين تاع الانديه الجزائريه والاتحاديه، وين جاهز بزاف يعني جاهز بزاف او زويزف وامينه العام منير دبيش وهما متواجدين في تنزانيا لحضور كضيوف فقط في الجمعية العمومية للكاب كضيوف فقط، ما عندهم حتى دخل ما عندهم حتى كلمة باش يكون على بالكم. هذا الصوالح نقولوا لكم خاطر عليه كنتوا بقاو شكون اللي أضعف الاتحادية الجزائرية راكم عارفينه، هو المدرب اللي تدخل في شؤون الاتحادية وتدخل في تعيين ناس ضعفاء تسيير ضعفاء كلش، هو اللي صار هكي معك من 2019 نهار اللي ذبحناها وجينا وبغاو يطردوا زاتشي، دخل هو ربط باجاجه وقلع قال لهم كون طردوا وهدرها عليهم وقال كيفاش ما يستقبلوش وكيفاه منا بزاف امور، هو اللي دخل في هذه الامور، هو اللي اضعف هذه الاتحاديه الجزائريه بالتالي كاع عاد نعطيكم الصح، هو اللي اضعف هو اللي دار هذه المشاكل هذه. في الوقت تشاهد فيها وين تشهد فيه الكرة القدم الجزائرية حالة من الغليان قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وزيد فانيك زيد فانيك انا غير هنايا البارح كنت جارنا اللي هنا هذا جارنا حمو بالتاني اصغر بلك اصغر رئيس نادي يعني في مستراليا في الجزائر عنده 28 صح، كان يلعب بالتبليسه مسكين كان صغير تبليسه يلعب سينيور شويه سينيور تبليسه يعني، ومع اللي قاري ما شاء الله ما شاء الله عليه وربي ينجحو وربي يكون معاه، وين راه حاكم ليكيب تاع عين تادلس غالية تاع عين تادلس يعني، وين البارح قاعدين مقصرين مقصر معاهم اللي هنا مقصرين عند الدار مقصرين، قال لي داروا لونجاجمون 100 مليون دورو ما يسعاش دورو ما كاش درهم راه صح، كاين جاب لعابه جاب منا جاب بالشيخة تاعنا جاب لعابه باش نلعبو باش ناقرو نلعبو الصعود ونلعبو ان شاء الله بربي، وين قعدنا نهضرو قال لي لونجاجمون 100 مليون ولازم تدفعها باش يعطيك الكود، هذيك راني نهضر فيها يعني الناس راهم على بالهم باش يعطيك الكود باش تدخل لعابه وكلش، ما تدفعش ما يعطيكش الكود تقعد بلا لعابه ولازم تدفعها ذريعة، وانديه اللي يدوا ب 100 مليار و 200 مليار وكلش اي يقول لك خليهم يسالوا رانا نسالوهم وخليهم يجيبوا اللعابه ومن اللي يقصروا على الغاشي، انديه صغار حاقرينهم في لجات صغار حاقرينهم، انديه كبار هذو انديه عندهم انديه عريقه من 1917 سي محمد من 1917 التاريخ يهدر، انتم انديه كبار عاودوا نولوا وين تكلموا على اش لاعبين يقررون ايداع ملفاتهم لدى لجنه المنازعات اللي يتحكم فيها خزروني، وهذا خزروني قاضب لجنه المنازعات وقاضب رئيس اتحاديه تاع التينس وقيله ولا تاع التينس وتاع التينس وقيله تاع دو بونس يعني الناس تخدمها مبلعين اللعب مبلعين اللعب ما كاش لي هدر، ويقرر لاعبو فريق مولودية بجاية استنجاد بلجنة المنازعات بعدما تماطلت إدارة تسوية مستحقاتهم المالية العالقة متمثلة في عدة رواتب شهرية والتي لم يتحصلوا عليها خلال موسمين الماضيين، حيث قرر عشر عناصر إيداع عقودهم لدى ذات اللجنة في انتظار الفصل فيها، وتشير المعلومات الأولى إلى أن إمكانية تسريحهم بطريقة أوتوماتيكية بسبب عدم قدرة الإدارة على الاستجابة لمطالبهم، وهو ما يوحي بهجرة جماعية خلال هذه الفترة من الانتقالات الصيفية، فيما لا يزال الغموض يميز مستقبل الفريق في ظل عدم تحرك مسيرين ومساهمين الشركة الرياضية من أجل الشروع في تحضير موسم كروي جديد، وقد أكد المناجر العام لنادي مصطفى يعني أن الوضعية معقدة أكثر من أي وقت مضى بسبب الأزمة المالية
الخانقة والتي يعاني منها الفريق منذ عدة أشهر وجه إعانات السلطة المحلية، حيث قامت بلدية بضخ مليار سنتيم في خزينة النادي الهاوي وهو غير كافي من أجل مواجهة كل المصاريف، وعلما أن النادي سيكون مطالب بدفع جزء من الديون من أجل تدعيم التشكيلة بلاعبين جدد الذين سيكونون بإمكانهم تقديم إضافة وتحقيق الأهداف المسطرة، فيما عبر أنصار ومسيرين النادي الهاوي عن قلقهم بخصوص يعني التأخر الذي قد يكلفهم غاليا في ظل عجز إدارة سابقة عن استجابة لمطالب اللاعبين واستئناف تدريبات لتحضير الموسم الكروي القادم 2022-2023. هذاك ماشي غير هما، كاين تشكاين ولا ماشي مولودية الجاية برك، تشكاين أندية شكاين لعابة ولا رامي سالو، كاين أمور دعوة دعوة مخنزة، إذا الناس تروح تحوس والله ما على بالهم كاع وين صاريا. أنا نقولكم زبزاف يدافع على نادي واحد ولا زوج برك، هذا مكان يقصروا علينا حنايا، عيب عليكم على بالكم، والله لا عيب عليكم، والصاري عيب 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 عيب، ماشي ماشي مليح، دروك نادي منا تفرغوا عليه تيقول لكم بزاف راكم عطيتوني بزاف، نادي منا محتاج قطرة تاع ما، ديروا عدل ديروا شو ديروا عدالة يعني في تقسيم الطارقة من عام لعام، قسموا الطارطة بيناتكم، تعرفوا نتوما كيفاش تقسموها، يعني نتوما عندكم خبرة كيفاش تقسموا هاد الطارطة، قسموا شوية قلعوا شوية، اللي تعطوه 120 مليار قلعوا أعطوه 100 وأعطوه 20 مليار منا، اللي تعطوه 100 قلعوا له 30 مليار أعطوها مليه، وانتوما مشيتوا، أو نتوما 100 مليار الفريق ماشي جايب لكم قارو في لافريك. ماشي جايب قارو، تصيب كيما البارح والنامس تاع كيسموهم تاع لامسيه لي في ميجان لي طردقوهم قد ما يخلصوا اللعابه تاع بجايه، لي في ميجان لي طردقوهم، قلنا انديه حنا انديه وين ولينا نشوفوا الانصار تاعهم يحتفلوا، وين ولينا نشوفوا الانصار تاعهم يحتفلوا في الاخرى لانيفيرسير، بصح الرجاله يجيب الصحه ودعمي، تروح عند الاهلي المصري، تروح عند الراجع، عند الوداد، عند الترجي التونسي، تروح عند يعني يجيبوا الصح، يحتفلوا على الصح، يحتفلوا على الصح، انتوما تحتفلوا على لانيفيرسير، يا ودي ما كاينش لانيفيرسير، ما كاينش كاع، الريال مدريد من دير عيد ميلاد تاعها على الصح، 14 سنتيت، يحبسوا كاع يرقدوا كاع ما يولوش كاع يشاركوا. ومكاش لي يلحقهم، مكاش لي يلحقهم، انتوما قاعدين 100 عام يا ودي، ومن بعد 100 عام عندك قوطي تاع اخر، عندك ميداليه من ساعه الرومان مي كانوا يديروا هذه الالعاب بالقوه، جاي تقول لي انا بلي عندي ميداليه، يبا جديد الناس تمشي مع جديد، قاعدين عايشين في الماضي، قاعدين عايشين في الماضي في الماضي، المستقبل كاع ما عندكمش، مستقبل تتجاهلوه خاطش على ماشي طايقين تعيشوا فيه، مستقبل جاهلينه خاطش ما نجبدوش تاكسبتو فيه، في الرياضة اللي نهداكم هذا مكان، حاسبينها ساهلة نتوما قاعدين تقصروا على الغاشي، خدموا خدم مالو خدم ماه. خدم ولا ما نجمتوش وخروا، ماذا بيا، وان شاء الله بربي هذه الامنيات تتحقق، نقول لكم سهله تاع يحبسوا الشامبيون يحبسوها تاع عامين ولا ثلاث سنين ولا اربع سنين، رحمه ربي ويحبسوها، والله الله يجعل يحبسوها، راني باغيها يحبسوها تاع ثلاث سنين ولا اربع سنين، خاطش على هذه علفه تاع دراهم برك، ناس صايبين علفه تاع دراهم برك، ماكله همهم، هذا مكان، راني باغيكم راك تحبسوها تاع ثلاث سنين ولا اربع سنين هكا. ريح من قلبي ريح، والله لا ريحت، والله حبسوها، ما تنساوناش ديرونا جيم كومونتير
بارطاجيو لنا الفيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله.